محطتنا الختامية سلمى اليوم نضوي فيها على بازار ألوان سورية اللي بيجمع العديد من السيدات من مختلف الأعمار لمشاريع أعمال يدوية في إبداعات ومواهب سورية بامتياز ودعم المشاريع الصغيرة لتكون جزء من الحياة العملية اليومية. أكيد نور، وضمن ألوان سورية يلي انطلق من فترة واللي دائما تعودنا يكون معنا ضيوف مميزين من ألوان سورية ونشوف مهارات وحرف مختلفة عم تعرض نفسها ضمن هذا البازار، بيصيرنا أكيد نرحب بضيوفنا لليوم مثل العادة السيدة رنا طباع، هي مؤسسة ومنظمة بازار ألوان سورية، وجوانا طحان مصممة أعمال يدوية. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. بخير، الله يعطيكم. يسعد صباحكم. ست رنا، دائما ألوان سورية تتجدد بشكل مستمر مع إطار توسيع الدائرة من الصبايا والشابات السوريات لدعم المواهب والمشاريع الصغيرة. خلينا نحكي هاي الفكرة كيف عم تتجدد بشكل مستمر، كيف هي فعلا اليوم تكون جزء من فينا نقول الاقتصاد الوطني الصغير، هي إعادة تدوير هيكلية. هي فكرة انه كل حدا عم بيسعى ليكون له براند مميز، براند يدوي، فهذا بتكون ضوت على شيء اسمه ألوان سورية وحققت الشيء اللي بتهدف له. هلا عندي كثير ناس حابين انهم يجددوا، حابين ينفذوا الفكرة على الواقع، ممكن تكون كثير بسيطة، بس انت كزائرة للبازار عم بتشوفي شيء جديد كثير حلوة هالقصة ماني شايفتها. هذا الشيء كثير حلو، ما بتلاقي برا، ما بتلاقي بأي مكان، أنت فكرك عم تحققي بلمسة صغيرة منك، بلمسة فن، فهذا الشيء اللي أنا كثير فخورة فيه، مبسوطة فيهم، والله يوفقهم جميعا يا إن رب. شاء الله يا رب. خلينا نبلش نتعرف اليوم على ضيفتنا اللي هي مصممة أعمال يدوية. بلشي تحكي لنا عن مشروعك الخاص، إيمت بلشتي؟ هلأ أنا بالأساس دارسة انتيرير ديزاين، فهي القصص كلياتها يعني بتهمني، هدول التفاصيل اللي بحبهم. بلشت اول شيء انه اشوف على الانترنت، ويعني اي فراغ فوت عليه انتبه لهي القصص. فتحت يوتيوب وبلشت اتعلم قطعه قطعه، بلشت بقطع صغيره وشوي شوي صرت انا اقدر اعمل قطعه لحالي، يعني انا اذا حبيت شغلي اقدر من بدايتها لنهايتها. حلو، بلش فيها ودربتي لحالك. أيه. هلا خلينا نحكي عن الاغراض اللي معنا اعمال يدويه. قبل ما نحكي عن الاكسسوار، نحن عم نشوف الهاند ميد والاعمال اليدويه اللي بالسناره، وكثير من القصص منتشره بشكل كثير كبير هون. أيه. اذا فينا نشوف القطعه، شنطه يد بس مخبايه بقلبها. هي الفكره انه هي بقلبها قطعه ثانيه فيك تعمليها انت، تبدليها، تحطي كذا قطعه يعني. اها، اي لون يمكن من شنطه ثانيه. أيه. هلا موضه كثير الشناطي بيجي فيها جيبين، فانت شيلي اي لون بدك اياه بتحطيه. تمام، بتحطي اللون اللي بدك اياه، ممكن جلد، ممكن قماش، ممكن اي شيء ثاني يعني. هن هدول عقد، فينا هنيه بس نبدل هي اذا فينا نشوف. بس تتبدل، وفينا نحط شنطة ميك اب، شنطة عادية، ممكن تمام نستعملها لأكثر من، يعني بتتغير حسب الطلعة كمان فيني استثمرها. ايه تمام. خلينا نشوف اللي قدامك إذا في مجال. هي؟ ايه على كاميرتك. هي بنحط بقلبها فرشة اليوغا او تبع العمارة تبع المشاريع. الورق. ايه يعني بتصير مدورة وبتصير شنطة على الكتف. بتصير هيك على الكتف تنحمل. حلو. ايه وكلياتها خيطان. هي يعني كمان فيك تحطي فيها آلة موسيقية قريب، ممكن كمان ممكن. ايه حلو. طيب خلينا نحكي كمان عن الاكسسوارات اللي عم تصمميها. هلا الاكسسوار انا وقت كنت انزل على السوق، هو السوق نفسه اللي فيه الخيطان جنبه الخرز وهالقصص. ايه فكنت دائما هيك اطلع عليهم ملونين وكذا، يعني بيجذبوا النظر كثير، فحبيت جرب. عملتي تصاميم خاصه فيكي؟ ايه. وفي شيء له علاقه بالموضه هلا كمان، يعني هلا نحن عم نشوف. ايه. في موديلات هي هلا كثير مرغوبه وكثير تصاميم موضه، ان كان العين، ان كان الخرز. تمام. ان كان الدمج مع اللون الذهبي، يعني شو الشيء اللي حبيتي تقولي انا هي القطعه بصمه خاصه الي؟ هلا انا بحط الاغراض كلها قدامي وشو بيطلع معي بعمل، يعني انا ما بتطلع على ما بتفكري ما بتفكري بديزاين معين. ايه فبحس هي لابقة مع هي مع هي، بجرب لحتى تطلع معي القطعة. هلا عم شوف الاكسسوارات الاصاور اذا ببينوا معنا
على الكاميرا. هلا دائما يمكن الاكسسوار بيضيف لمسه جماليه وفيك تغيري ستايلك كله. هدول فينا نشوفهم هلا كثير. اول سؤال بيقولوا لك مثلا قديش بتاخذي يعني القطع انه ما يمحوا يبقوا يكون في كواليتي عاليه؟ دائما بتشغل بال الصبايا انه كثير حلوه القطع بس انا مثلا ممكن على الاستعمال يخف بريقها او لا، حسب كمان يمكن الماده بتلعب دور وسعرها بيلعب دور. مزبوط تمام. يعني حكيتيها انت. بحاول دائما ادور على القصص يلي ما بتتخرب يعني. هلا هو اجباري الاكسسوار اذا بعد فتره طويله اذا ما اهتميتي فيه يعني بيخرب، لازم تحافظي عليه، تحطيه بكيس او بعلبه دائما يعني تخبيه، ما لازم تتركيه على الطاوله، ما تبخي عليه بارفان، ما تقربي عليه مي، ما تتحممي فيه. هدول القصص كمان يعني بتحتاج اهتمام من البنت كمان يعني. اكيد غير النوعيه. يعني نحن اليوم منهمكين بالاسئله معاكي او الاستاذة رنا مبسوطه لانه هي دائما بتحب عيونها بيبرقوا بيلمعوا لحالها تماما. هي كنا مبسوطه لانه هي اساسا من الاشخاص الحريصين دائما على انه كل مره يكون معنا وجه وسيده وحدا او حرفي لحتى تدعم مشروعه، حتى ارفع راسي فيهم. اكيد. ونحن دائما بنرفع راسنا كمان فيكي استاذه رنا وبكل الشيء اللي عم ترعيه وعم تشتغلي فيه. وهون دائما بسالك، في كثير حرفيين وفي كثير صبايا وفي كثير مشاريع، كيف عم تحاولي هيك دائما تستقطبي اكبر عدد ممكن؟ تدوري احيانا يمكن بتشوفي انت شيء احيانا على النت، بتسمعي من حدا انت بتتواصلي معهم، بتفتحي هذا المجال ولا لا هن بيتواصلوا معك؟ اولا ما عندي وقت دور حقيقه. بتمنى، انا كنت من زمان اول بالبدايات شيء. بس هلا عندي عده اشياء غير البازار يعني، فالبازار اخذ كل وقتي 100% بس كتحضير له، كاهتم كيف نسق السيدات كل وقت. في كثير اشياء صغيره بدها متابعه طول الشهر، صح كل شهر عم نعمل، متعب اكثر صار، فانت دائما بعلاقه مستمره مع المشاركين، هن بيحكوني بيتواصلوا معي، بخبروا بعضهم ممكن عن طريق صديقه إلى مشاركه إلى بتقلي في وحده كثير شغلها حلو، فيني انه تتواصل معك، بتقلها شو بتعمل. في كثير اكسسوار بشكل ما طبيعي، بس كل وحده إلى شفتي كيف جوانا، قالت لك انا ما بشوف شيء، انا لحالي بتطلع معي. هلا هو لانه الخامات موجوده وأسعار رخيصه واسواقنا يعني الشعبيه بالحميديه وما الى ذلك. اكيد. وتفضلي يا ست، وهدول الاسواق مليانه، بيقدر واحد ينزل يشتري كنوز منها ويشتغل. صح. مشروع. صح. صغير. صح. ما في داعي تشوف صوره تقلدها. صح. هي لحالها فيها تبدع لانه بتعرف الموضه وبتعرف الالوان الموضه والصبايا شو بيحبوا، فهي راحت لمخيلتها وهذا المطلوب. جوانا مثل ما قالت ست رنا، الاكسسوار او تصميم الاكسسوار والاعمال اليدويه منتشر صاير بالاونه الاخيره بشكل كثير كبير. هون كيف بتضيفي لمسه خاصه لإلك من خلال الاعمال وبنفس الوقت السعر يكون متداول يعني للجميع؟ لانه عم نشوف الاحوال الاقتصاديه نوعا ما صعبه وفي ارقام احيانا عم تكون مبالغ فيها لاسعار الاكسسوارات. هلا هي يعني في المناسب للجميع وفي اللي اكثر شوي يعني، في الاسعار بتختلف لانه في قصص مثلا انا بحط حجر طبيعي احيانا، فالحجر الطبيعي دائما يعني في كمان الحجر الطبيعي في بس عندك الخيارات مفتوحه. تمام. هذا الموجود يعني في بتلاقي السعر الرخيص وبيبلش شوي شوي بيغلى حسب القطعه شو القصص الموجوده فيها، بس فيك تلاقي حتى قطعه رخيصه وحلوه كمان بنفس الوقت يعني، مو انه اذا رخيص معناته ما حلو يعني، ما دخلها هيش. انا عم شوف حاطه بعض الاسعار مثلا. هلا اليوم قليلا نشوف اسواره ب 5000 يعني اكسسوار. ايه في هيك وفي هلا عم شوف يعني انه في شفت بعض الاسعار يعني نوعا ما معقوله، بس مثلا هلا اي شيء اكسسوار بسيط عم تشوفي ارقام مثلا 20 و25 و15 مش الناس قادره، فلفت نظري انه مثلا لا في اسعار متفاوته مع في هيك وفي هيك. هلا دائما يمكن اليدوي بيلعب دور انه الشخص نفسه بيتعب بتفصيل القطعه غير ما انه يكون عم ياخذها جاهز.
بنبسط لما بشوف عنا كتير تشكيلة واسعة وعم بتضاهي ماركات العالمية بالتصميم وبالأشياء. يعني نحن عم نشوف بعض التصاميم هلأ اللي بيفتح طبعاً الصفحات العالمية ما بدي يروج للماركات، كله معروف، بشوف هاي التصاميم الجديدة. أيه. تتمنى الصبية يكون عندها قطعة منها؟ هلأ طبعاً أكيد ذهب وألماس وأحجار كريمة وما ما مو بقدرة حدا يعني بالأغلبية أنه يشتروا، فلما تجيبها قطعة إكسسوار ما بيروح لونها، فقضيت أيه. الغرض. في موجود هذا الشيء يعني في كتير، والماتيريال بظن رخيصة يعني اللي موجود هلأ بالأسواق، بتقدري فتلة صغيرة بالسوق تجيبي ماتيريال معقولة تعملي منها شيء ظريف. في نوعيات جيدة يعني موجودين. هي معادلة صعبة بس مهمة يعني دائما تحطيها ببالك بأي شيء، إنه نحن بنحب الموديلات الحلوة بس ما بدنا ندفع كثير لأنه اكسسوار بيضل آخر شيء. دائما هيك بيقولوا صبايي 20 لا كثير ما راح آخذها، مع إنه هي ممكن يكون مكلفة كثير يعني. هي إذا حافظت عليها بتضل معها، بتبقى عمر طويل. سترنا بالختام خلينا نحكي عن بازار ألوان سورية المتجدد، رح يكون دائما بشكل مستمر موجود مع ضم مشاريع وسيدات جدد. طبعا نحن كل شهر موجودين بفندق شيراتون بازار ألوان سورية، واليوم ثاني يوم من البازار، امبارح كان أول يوم. كم يوم؟ ناطرينهم اليوم وبكرة من 11 الصبح لل 11 المساء. طبعا جواننا موجودة بالقاعة الخارجية شغلة، وفي شغل صبايا كتير حلوين، وفي حدا كتير جداد حلوين كتير. بتمنى الكل يجوا يزورونا لأنه الإبداع عنا كتير حلو. أكيد بنتمنى للكل التوفيق، ومثل العادة دائما هيك تضلي عم تجمعي لنا هالألوان السورية من كل دمشق والمحافظات السورية. وشكرا كتير لوجودك معنا موفق. بدنا نشكرك سترنا والصبية الجميلة جوانا على وجودكم معنا. أكيد بدنا نوجه تحية لكل الصبايا السوريات المشاركين بالبازار، لأنه نحن نعتز ونفتخر بالمرأة السورية اللي هي بتتحدى جميع الظروف، ودائما بتلاقي الابتسامة موجودة على وشها لتتأمل إنه إن شاء الله يكون بكرة أحلى. شكرا كثير لك. شكرا لك حبيبتي.